والخطأ القاتل الذي وقع به المسلمون أنهم تصوروا أن الدين عبادات شعائرية، نعم، مع أن الدين في الأصل عبادات تعاملية، نعم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، نعم. الإسلام شيء والخمس شيء، نعم. الأعمدة ليست هي البناء، صحيح. الأعمدة دعائم، نعم. أما البناء بناء أخلاقي، صحيح. فلذلك من أدق النصوص التي قالها الإمام جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما سأله النجاشي عن الإسلام، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعم. نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا الآن، نعم. بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، نعم. إذن الإيمان هو الخلق كما قال، نعم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان، نعم. إذن العبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية، نعم. ورد عن بعض العلماء: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. حقيقة دقيقة جدا. قال عليه الصلاة والسلام حينما كان معتكفا في، نعم. حينما كان بعض أصحابه معتكفا في المسجد النبوي، نعم. الشريف، رأى رجلا تبدو عليه الكآبة، قال: ما لي أراك مكتئبا؟ قال: والله ديون ركبتني ما أطيق سدادها. قال: لمن؟ قال: لفلان. قال: أتحب أن أكلمه لك؟ هو ابن عباس، نعم. قال: إذا شئت. فخرج ابن عباس من معتكفه، قال له أحدهم: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا والله، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، ودمعت عيناه، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. إذن الورع قوام الدين، صح. ودين بلا ورع ثقافة، صح. متصحر، نعم. خالي الحيوية والحياة، نعم. هي الحقيقة الأولى.